وفي قطار جمتي بام اف مخلد صارت ام اف ناظم اكبت سيتي اف بيت قوت بن نملو جسموس انسوماتي ذاق الموت بالجسد في وقت الساعة التاسعة من أجلنا أمت حواسنا الجسمانية أيها المسيح إلى هنا ونجينا فاليد توسلي قدامك يا رب كقولك فهمني فلتدخل طلبتي إلى حضرتك كقولك أحيني أسلم الروح في يدي الآب عندما علقت على الصليب وقت الساعة التاسعة وهديت اللص المصلوب معك للدخول إلى الفردوس لا تخف فلعني أيها الصالح ولا ترزلني بل قدس نفسي وأضيف فهمي واجعلني شريكا لنعمة أسرارك المحيية غير الماء لكي إذ زقت من إحساناتك أقدم لك تسبحة بغير سكوت مشتاقا إلى بهائك أفضل من كل شيء أيها المسيح إلى هنا ونجيه نعم الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور آمين يا من ولدت من البتول من أجلنا واحتملت الصلب أيها الصالح وقتلت الموت بموتك وأظهرت القيامة بقياماتك لا تعرض يا الله عن الذين جبلتهم بيدك اظهر محبتك للبشر أيها الصالح واقبل من والدتك شفاعة من أجلنا نجي أيها المخلص شعبا متواضعا لا تتركنا إلى الانقضاء ولا تسلمنا إلى الداهرين
لا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك وإسرائيل قديسك الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور آمين. لما أبصر اللص رئيس الحياة على الصليب معلقا قال لولا أن المصلوب معنا إله متجسد ما كانت الشمس أخفت شعاعها ولا الأرض ماجت مرتعدا لكن أيها القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اذكرني يا رب متى جئت في ملكوت قبل إليه اعتراف اللص على الصليب اقبلنا إليك أيها الصالح نحن المستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا نقر بخطايانا معه معترفين بألوهيتك ونصرخ معه جميعا اذكرنا يا رب متى جئت في ملكوتك نظرت الوالد الحمل والراعي معلقا على الصليب قالت وهي باكية أما العالم فيفرح لقبوله الخلاص وأما أحشائي فلتلتهب عند نظري إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل الكل يا ابني وإلهي.